السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس جديد من دروس مادة الحاسب الآلي للصف السادس الابتدائي، الدرس الرابع، استخدامات الحاسب اللوحي. الدرس الرابع، استخدامات الحاسب اللوحي. الدرس بالكتاب صفحة 14. أهداف الدرس: أولاً، أن يتعرف الطالب على استخدامات الحاسب اللوحي. ثانياً، أن يتعرف الطالب على مواصفات الحاسب اللوحي. نبدأ على بركة الله. استخدامات الحاسب اللوحي أو التابلت: يستخدم الحاسب اللوحي في العديد من المجالات لصغر حجمه وسهولة استخدامه والتنقل به. أمثلة على استخداماته. استخدامات الحاسب اللوحي أمثلة: أولاً، يستخدم في الألعاب البسيطة. ثانياً، متابعة الأفلام على الإنترنت. ثالثاً، تدوين الملاحظات. رابعاً، قراءة الكتب الإلكترونية وتصفح المواقع. التصوير كما يستخدم أيضاً كوسيلة اتصال. مواصفات الحاسب اللوحي أو مكونات الحاسب اللوحي: أولاً، شاشة اللمس. كما تعرفنا سابقاً أن شاشة اللمس هي وحدة الإدخال الرئيسية اللي بقدر من خلالها أتعامل مع الحاسب اللوحي. ثانياً، السماعة هي وحدة إخراج الصوت، حيث يتم تزويد الجهاز بسماعة داخلية مدمجة تختلف في قوتها حسب نوع وإمكانيات الجهاز. ثالثاً، الميكروفون، وده جزء خاص بإدخال الصوت ويكون أيضا مدمج داخل الجهاز، ويمكن الاستعانة بسماعات وميكروفون خارجي ويتم توصيلهم بالجهاز. رابعا، ذاكرة التخزين. تأتي بعض الأجهزة اللوحية بذاكرة تخزين داخلية فقط ولا يستطيع المستخدم زيادتها، وبعضها الآخر يسمح بإضافة ذاكرة خارجية، وده حسب نوع الجهاز. خامسا، الكاميرا اللي بنستخدمها في التصوير، وبتختلف دقة التصوير حسب نوع الجهاز ومواصفاته. كده نكون انتهينا من درس اليوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.